السلام عليكم. بعد ما أطلقت انفيديا كارت جي تي اكس 1080 واللي قمت سابقا بتغطية أدائها في الألعاب في فيديو خاص بإمكانكم الضغط على الصورة الظاهرة أمامكم لمشاهدة فيديو خاص بطاقة جي تي اكس 1080، أطلقت بالأمس انفيديا بطاقة جي تي اكس 1070 في الأسواق وبسعر 379 دولار، وتعمل أيضا بمعمارية باسكال الحديثة من انفيديا كما تمتلك ذاكرة رسومية قدرها 8 جيجا بايت بواجهة جي دي دي آر 5 وتستهلك طاقة قدرها 150 وات وتستخدم مدخل واحد فقط. اليوم هنستعرض لكم أداء البطاقة في مجموعة من الألعاب الحديثة، تم مراجعة طبعا الأرقام هذه من مجموعة مواقع عالمية وحسبت المتوسط للحصول على أدق نتائج ممكنة لأداء الكرت. وما تنسوش تذكروا لي في التعليقات رأيكم شخصي حول البطاقة، وأيضا لايك وسبسكرايب لو استفدت من الفيديو. خليكم تابعوا مع النتائج.